انتوا عيال البلد الاصيل، انتوا عيال زايد، انتوا عيال الامارات، انتوا مستقبل البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأهديكم تحيات قناتكم العزيزة الغالية اللي هي قناة حل الداء في أبوظبي على اليوتيوب. ها بس حطوا على الرابط، دقوا وفصل الكمبيوتر فتظهر عندكم القناة. نعم قناة طيبة، فيها نصايح وفيها ثقافية وفيها محاضرات وفيها أشياء تفيد الدولة وتفيد المجتمع وفيها أغاني وطنية بعد. نعم، وأنا عندي نصيحة في هذا البرنامج اللي هو نصيحة للشباب، وهذه القصيدة اللي هي فيها أقول فيها لا لا للمخدرات، أسرتي سعادتي لا لا للمخدرات، أسرتي سعادتي ولا لا للمخدرات، بعزمي وكل همتي ببتعد عن هالآفات، المخدرات فيها مضرتي وتسبب لي البليات، تروكها تراها صحتي، تروكها تراها صحتي، وتعاطيها مضرة للحياة والمادة، 43 قوتي وبتحميني من الشتات، وببقى مع اخوتي اهل الدين واهل الصلاة، وبصدق في كلمتي وبرفع راية الامارات دولتي وهي عزوتي، ولشيوخي اجمل تحيات، اسرتي هي سعادتي ولا لا للمخدرات. هذه نصيحة للشباب، الله يهديهم إن شاء الله، وإن شاء الله ندولتنا، إن شاء الله ندولتنا ما فيها إن شاء الله هاي الآفة، الله يبعدها عن دولتنا وعن جميع دول العرب والمسلمين وكل الدول إن شاء الله، لأن هذه مضرة وآفة، مضرة للإنسان وللجسم، وتديك إلى الحياة والممات، ما تخليك تعيش، توديك إلى الممات، فهذا شيء خطأ وغلط، ونحن ننصح الشباب أنهم يبتعدون عن هذا الشيء. بويه بدل ما تصير حق المخدرات اشتر لك تفاح، برتقال، عنب، موز، كل سندويش، عيشه، كل شيء اكل حلو طيب يمزر بطنك، عيش ودياي مشموس ولحم في ذمتي خير من المخدرات. مخدرات بويه اشتلك ما ورا فايده، اما الاكل لا في فايده، المخدرات والزقاير والشيشه والمدواخ، هذا الدوخه الأول العرب ما يدرون تراهم يوم يدوخون مشاكين، والدوخة تراها طبيعية من زراعات محلية مزروعة في البلاد محلية، الدوخة اللي هو التتن الغليون الدوخة، أما الحين مخلوطة فيها أشياء مضرة للإنسان وللجسم، فابتعدوا عن المخدرات وعن السجاير وعن كل ما يضركم، كلوا أكل يفيدكم إن شاء الله وينفعكم، واخدموا بلادكم بصدق وتثاني، هي نعم واحموا بلادكم من كل غادر وطمع، والحين ما أقولكم إلا فداعة الله، والله يحفظكم ويرعاكم، على تحيات أخوكم علي التميمي من قناة هل الدار.